السلام عليكم ورحمة الله. أزور في اللون غدوة الشعب الجزائري راح يخرج في مسيرات كبيرة عبر كامل تراب الوطن، وكل أسبوع وكل جمعة العدد راح يمشي ويزيد، وكل جمعة العصابة راح تحكم كرشها وتبدأ تنهار إلى أن تزول وتحقق شعار ترحلوا قاع. العصابة على من معتمدة لما يخرج الشعب باش ما تخليه الشعب يخرج؟ تعتمد على الشرطة. والشرطة شكون؟ من شكون مكونة الشرطة؟ أنا نخليكم تسمعوا هذه رسالة للشرطة، اسمعوا هذا المواطن واش يقول الشرطة. يا خوتي يا الشرطة، احنا الشعب وكامل رانا معكم، ربي يحفظكم ربي يسركم، على بالي باللي قاع الدموع راهم في عينكم، قاع هاكم تشوفوا الدموع قاع راكم في عينكم، انتم راكم خوتنا، الله يسركم. الشعب هذا هاو وقفوا معاه، ما تسمعوش النظام الفاسد. انا من ولاية جيجل، والله غير خليت المرأة تاعي في السبيطار تزيد وجيت من اجل هذا الوطن. ربي يحفظكم، الدموع تاعكم راهم غالية، هاك تشوف الدموع، والله العظيم والله العظيم، وتوقفوا معنا، والله غير سوف ننتصر، سوف ننتصر على هذا الشعب. الله يحفظكم، ما تستعملوش العوم، ما تستعملوش العوم، ربي يحفظكم، راكم خوتنا ورانا نعزوكم، والله غير نعزوكم، والله غير نعزوكم، والله غير نعزوكم من اجل هذا الوطن، ربي يحفظكم. واش الحق تاعكم اللي عطاو لكم؟ لو توقفونا معنا سوف تتغير بلادنا. ما تضحكوش العلم علينا، ما ترميوش عليهم الماء، ما تضربوهمش، خليهم يمشيوا بسلمية. ربي يحفظكم، ورانا نحبوكم، راكم أولاد الشعب، نحبوكم، ربي يحفظكم إن شاء الله، ربي يحفظكم الله، على بالي قاع الدموع في عينكم، بصح والله غير نحبوكم، ربي يستركم من أجل هذا الوطن، هذه العصابة. شفتوا؟ سمعتوا؟ وعلاش يوجه هذا الكلام هذا المواطن للشرطة؟ وعلاش؟ لأنه يشعر بآلام في بلاصة الشرطي، ما يحبش يشوف الشرطي في هذاك الموقف تاع اللي يقمع فيه المواطن. الشرطة هذه اللي جايبينها العصابة باش تقمع وباش تضرب، منين جات؟ جات من هونولولو؟ جات من واغادوغو؟ جات من ما نعرف وين؟ شرطة جزائرية، أبناء الجزائر. الشرطة هذا، أنت يا شرطي عندك باباك وخوك وخوتك وجيرانك وابن عمك ونسابك وكذا، عندك ولاد حومتك، عندك ولاد حومتك اللي هما يخلوك تحشم على روحك، يخلوك ما تقبلش تدخل وتجوز قدامهم، وانت هما كانوا في المسيرة، كانوا في الحراك وانت كنت تقمع فيهم، تقبلش تحملش. انت انا نتكلم مع الشرطي الحر، الشرطي اللي عنده وعي، وهما كثيرين. وكي يقول ما نقولش ديماغوجية، وكان شرطي اللي يعرفوني بزاف بزاف، وخير على ذلك نتكلمت عليهم في المافيا دي جينيرو نهار اللي وقفوني، رغم الاوامر جايه من الرئاسه ومن الدي ار اس ومن الدي سي اس امن الجيش ومن الدي جي اس من كل جهه، لا وقفوا معايا وتضامنوا معايا، وكان موقف مشرف ليهم، وذكرتهم وبارك الله فيهم، وبقوا اصدقاء لليوم، بقوا اصدقاء لليوم، لأنهم أبناء الجزائر. هذو يعايشين نفس الشيء، لما يشوفني كذا على بالو راني نضرب عليه، مانيش نضرب على حاجة أخرى. هذا الحراك، هذا المواطن اللي خرج الحراك واش راه يطالب؟ يطالب بالكرامة تاع الشرطي وتاع البوليسي وتاع العسكري والجدارمي وتاعو هو من بعد جي. هذا المواطن يعرف باللي هيبة الدولة تتمثل قبل كل شيء في الشرطي. إذا هذا الشرطي باش تكون عنده هيبة ما يلزمش يتحرر القدر،
ما يجمش تحلو القدر، والقدر كيش راح يتحلو؟ لما ينسلخ على الشعب، تنسلخ على الشعب تبدا تقمع ضرب، تطيح قدرك وحدك، تطيح قدرك وحدك. هذه الاولى. الثانيه، الشرطي هذا كيخرجوه يقمع، يتساءل مع روحه يقول علاش خرجوني انا في 88؟ الشرطه ما حبوش يخرجوا في احداث 8 اكتوبر 88، الشرطه ما خرجوش، خرجوا الجيش، خرجوا الجيش ومعهم بقياده الجزار خالد نزار، اللي هو اليوم هو اللي راهو يشرف على العمليات، يعني راهو شغل مستشار، هو اللي يدبر عليهم كيفاش يضمنوا الامن في العاصمه. اليوم راه هو اللي يشرف عليه في الحراك. خرجوا الجيش يتيري على الشعب، ومات اللي مات. ومن ذاك النهار الجيش ما عادش يزيد يخرج. وصرا واش صرا داخل الثكنات، مشى التقارير وقال له ما عاد الجيش، وكان يزيد يخرجوه راح يتيري علينا. واش داروا؟ خلقوا هذيك الحرب الاهليه، هذا ارهاب وهذا جيا وهذه اياس، هذو هما كاع صحابهم. شيفان، شف شيفان تاع اياس صحابهم، يا روحوا شوفوهم اليوم وين راهم. الشيف تاع جيا صاحبهم، روحوا شوفوه اليوم وين راهم. كاع البونديه، القاده تاع هذا التنظيمات الارهابيه صحابهم، هما كانوا يسيروا فيهم. هذا شيء خسرا واضح، واضح وضوح الشمس. العياد اخي حضر في الجنازه تاع اسماعيل العماري كي مات، صح ولا لا؟ كيف علاش يحضر مع شكون؟ شكون حضر في الجنازه تاع العماري؟ جنرالات وقيادات وكانوا معاهم العياده. هالور ومن قبل الشيف تاع لاياس يعني كان يطلع له الجبل اسماعيل العماري، وهو بثو تصور ويسلم عليه، كلهم اصحاب وحباب هما. الجيش فاق بالعفسة، فاق باللي نظام راهو يصارف فيه، كان اللي خرج وكان اللي تاو. اليوم يسخروا البوليسية، وعلاش انت يا شرطي انت اقل وعي من افراد الجيش؟ انت اقل وعي منهم؟ لا انا ما نظنش. انا قلت لك انا عرفت الشرطه ما شاء الله، ما قدرش ما نتكلمش عليهم. اليوم يجبك تكون انت في نفس المستوى تاع الشرطه اللي ترفض تمشي باش تضرب ولاد بلادها. تضرب ولاد بلادك، تضرب خوك، تضرب خوك. واش دار لك؟ هيا واش داروا لك؟ ماذا يضربوا خارج تقمع؟ وعلاش؟ هيا واش داروا لك؟ واش داروا لك؟ واش داروا الجزائر؟ طالعين خارجين يطالبوا بالكرامه، بالحريه، بالديمقراطيه، هذو كامل انت محتاج لهم. انت ما قدرتش تطالب بهم، هما راهم يطالبوا بهم. ما تجيش تقمعهم، ما تجيش تقطع لهم الطريق. واش تقطع الطريق انت؟ الشرطي ولا قطع طريق ولا بريغون ولا بريغون الشرطي؟ شفتوا كاش العصابه حبت تستعملكم، حبت تحولكم الى قطاع طرق، جو طرق الطريق. دي بريغون، لانهم هما سي دي فوي. ما عمرك ما تاخذ الاوامر تاعك من عند صالوك، من عند فوايو، من عند واحد ما عندوش شجاعة يخرج يقول انا اللي راني ندير هاك. يخرجكم نتوما الشرطة، يلزمكم ترفضوا الاوامر اللي تخليكم تقتتلوا مع خاوتكم. نتوما تتقاتلوا نتوما والشعب خرجوكم، واللي راني يمد في الاوامر وين راهم؟ سيادكم هادوك خير منكم، رجال عليكم. عشو ما رجال انتوما ماكمش رجال، هما ولاد 9 شهور وانتوما ماكمش ولاد 9 شهور. وعلاش هما يعني ورثوا الجزائر وانتوما خدامين حزام عندهم؟
وعلاش؟ لا ترفض، ما تقبلش تضرب انت. انت كشرطي مهمتك الامن، مهمتك انك تامن مظاهره، مسيره تامنها، يعني توفر لها الامن، ماشي باش تجي تضرب بالكوتبي وبالكذا وباللاكريموجين، لا ماهيش خدمتك هذه. وبي علاش تضرب؟ وعلاش تحب تحرم الناس، تمنع الناس باش يديروا مسيرات؟ وعلاش هذو راهم يضربوا لك على حقك، والاخرين يقولوا لك ما تخليش المسيره وروح اضرب، يعني راهم يقولوا لك حقك ما تديهش. ثم في اكتوبر 2014 خرجتوا، وخرجوا نوتامون لي بريغاد اونتي ايموت، اللي يعني مكونينهم للقمع، هما اللي خرجوا مشاو حتى المراديه. وللاسف الاحزاب السياسيه والمواطنين ما وقفوش معاكم، للاسف ما وقفوش معاكم، لانه لو وقفوا معاكم النهار هذاك راهي العصابه راحت انتهت. اليوم اذا ما وقفوش معاكم الشعب في اكتوبر 14، وقفوا معاكم اليوم. ذكروا في الحراك تاع 2019 الشرطه خرجت تظاهر مع الشعب، ذكروا الصور، مازالت الصور موجوده، كثير منكم اللي خرجوا يظهروا مع الشعب. دونك الوعي هذيك اللي جاكم يلزم يبقى، تبقاو واعيين. اي شرطي كي يجي خارج من الثكنه تاع لي بريغاد اونتي ايموت وماشي يعطيلو في القزول هذاك باش يضرب بيه ويعطيلو في الاخير، يتساءل وعلاش؟ اسالوا روحكم وعلاش؟ وعلاش؟ لشكون يصالح من؟ هل راني نخدم في الجزائر كي نجي نضرب مواطنين جزائريين؟ وهاد المواطنين ماهمش 10 20 100 200، راهم ملايين، راهم اغلبيه. هاد المواطن اللي ما فوتاوش اغلبيه لا على الدستور ولا على الرئاسيات. هاد المواطنين اللي خرجوا الحراك هما اللي يطيحوا النظام، هما اللي دخلوا الحبس التوفيق والسعيد بوتفليقة وبشير طرطاق، هذا الثلاثي اللي حب يساوم بهم القايد صالح، ودخلوا الهامل والسلال ويحيى والغاشي كامل والملياردير، ما واحد ما خلاوه، هما للشعب. لأنه لما الشعب ضغط على العصابة، العصابة واش دارت؟ عاد تاكل في بعضها، عاد تاكل في بعضها. كيفاش ياكلوا بعضهم يدخلوا بعضهم الحبس؟ كل واحد يقول لك اختار راسي وضرب باش ما تلحقلوش ليه، اوب يدخل لاخر الحبس. درك بقات القله قليله اللي بقاو بورشرش تبون، يعني تاع بالكم راه ولا شنقريحه والو، بورشرش هادو انسف عليهم يطيحوا، انسف عليهم يطيحوا. دونك خلوا الشعب يواصل المسيره ديالو باش ننتهيو من هذه العصابة المجرمة، وباش نبنيو جزائر جديدة بأتم معنى الكلمة، ماشي جزائر النفاق، جديدة يبني جزائر جديدة بتوفيق ونزار، يبني جزائر جديدة بن علي بن علي، يبني جزائر جديدة بجنرالات عندهم 80 سنة و 75 سنة، لا، جزائر جديدة تبنى بدم جديد، بوجوه جديدة، بسواعد جديدة، ما تبناش الجزائر الجديدة بالمجرمين كما نزار وتوفيق. شفتوا كيفاش خر الاخر كان محكوم عليه 20 سنة حبس دخل تاع فريمون يتحيوا له كذا وطيارة رئاسية، هادو خارجين على القانون. يدخل في غياب تبون ويجي يخرج صاحبه توفيق ويسهروا في الليل مع شنقريحة، وشنقريحة قاعد ينفذ هذه كلها أوامر جاية من باريس. وخير دليل على ذلك أنه ماكرون
يتصل هاتفيا مع تبون أكثر مما اتصل بكل الرؤساء الآخرين، وتبون ولا رئيس اتصل به كما اتصل به ماكرون. وعلاش؟ محبة فيها، محبة في الجزائر. لا لا يا حبيبي، مش منها، ما كاش منها. أرى نعود ونرجع للشرطة. انت يا شرطي ما تخدمش عصابة تاخذ أوامرها من فرنسا. انت يا شرطي ما تكونش اليد المسمومة تاع عصابة مجرمة تستعملك انت كسم ضد الشعب الجزائري. لا، انت ما تكونش السم القاتل للشعب الجزائري، بالعكس انت تكون ذراع الحامي او الدرع الحامي للشعب الجزائري. هذاك البوكلي تاعك اللي يعطينه لك تحمي به المواطنين، ماشي باش تصدم فيهم، ماشي باش تصدم فيهم بالبوكلي هذاك والكاسك والاخر. ذكروا مليح. السلام عليكم ورحمة الله.